السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي يكون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. بسم الله، عود بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم صل على سيدنا محمد. القصة اللي وصلتني اليوم كتقول: بغيت نبدأ القصي بالصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، بغيت نوجه تحية لك أخويا صاحب القناة، وتحية لكاع المستمعين ديالك داخل وخارج الوطن. الله يشافي أي واحد مريض. القصة غتكون على الأب ديالي الله يطول في عمره، غنعاودها لك بصيفتي هو على الطريقة اللي كتعاود بها نتايا القصص. قصة اخويا بدات تقريبا من الصغر. كنت واحد الدري اللي ما نقولش عليه انه ماشي طبيعي، ولكن كنت فعلا ولد غريب في التصرفات ديالي، لدرجة ان الوالدين رحمة الله عليهم كانوا كيعاملوني معاملة خاصة مقارنة بخوتي. عمرني ما تلقيت توبيخ من عندهم، واخا كنت انا الصغير. وحتى العائلة كانوا كيتعجبوا بزاف بالسلوك ديالي. حبي لكتاب الله بدا من الصغر، بدون شعور لقيت راسي غادي في ديك الطريق، علما ان حتى شي حد من العائله ما كان حامل لكتاب الله. اغلبيتهم كيخدموا في التجاره. ما علينا، هذا كان غير توضيح ولمحه على شكون انا، باش ما ننساش اخويا الاسم الحقيقي ديالي هو ابراهيم. علاقتي بالجن سبحان الله كانت غريبه، كنت كنحس بهم كيف ما كنحس بالبشر، لدرجه ما كنتش كنفرق بيناتهم، وخاصه منين كنت صغير. اول موقف غنعاودو ليك كان تقريبا وانا عندي 6 سنين ولا 7 سنين. دارنا ديك الساعة كانت في واحد الحي اللي جديد، أغلبية الديور يلاه كيتبناو، والباقي عبارة عن بقع أرضية خاوية. كان عقل دارنا كانت بقى كحلة منين انتقلنا ليها. الأب ديالي حط مالو كله في ديك الأرض والبناء ديالها، ما بقى عندنا والو، حتى من الأتات كان قليل بزاف وبسيط. الوليدة فرشات لنا غير الحصير فوق السيمة وحطات لنا المخاد. كنا حنا 6 ديال الخوت، فرحنا بديك الدويرة وحمدنا الله وشكرنا عليها. وبداو والدينا كيتقاتلوا باش يعيشونا. أغلبية ديال داك الوقت ما كانوش خوتي كيقراو، الدراري كلهم كيمشيو مع الوالد، حيت كان تاجر كيف ما قلت لك، كيخدم هو وعمامي. انا واختي الصغيره اللي كنا كنقراو، اما اختي الاخرى كتبقى مع الوالده في الدار. وحيت كنت صغير كنت كنبقى معاهم حتى انا. واحد الليله نعس مع الوالده في بيت واحد غير انا وياها. خوتي الدراري عندهم بيت والبنات بيت، والوالد كينعس في الصاله بوحده. وانا كانت فيها واحد القاعده كنبقى نتحرك بزاف في الليل ملي كنكون ناعس، يعني ما كنبقاش ثابت في بلاصتي، بحكم كنا باقيين ديك الساعه ما عندناش الفراش، كننعسو غير في الارض. ما حسيت حتى وصلت لجهه الباب، بقيت ناعس في العتبه، حتى بديت كنحس بشي حاجه كتخطاني. هادشي بين النعاس والفياق، شي حاجه بيضاء كدوز فوق مني وكتعاود ترجع. شويه داكشي شدني من رجليا وبقى كيجرني، وانا ندفعو وهو يطلق مني وغبر من قدامي. ما نقدرش نوصفه لك حيت ما شفتش الملامح. المهم كنت متاكد باللي ماشي خوتي وماشي والديا. فقت الوالده الفجر عاد رجعت فيقاتني ونط رجعت لبلاصتي. ومني مشات تصلي عاوتاني كنحس بشي حد مريح حدايا. ملي كنكونوا صغار كنكونوا كنتقبلوا نشوفوا شي حاجه خارقه للعاده، ماشي بحال الكبر. وليت فيما كنفيق بالليل كنلقى داكشي بيض مريح عند رجلي، غير كيحس بليا حليت عيني كيهرب. طورت الامور حتى وليت كنتصادف معاهم في الدار ولا برا الدار. كنشوف دراري صغار وبعض المرات حتى ناس كبار، ما كيهضروش معايا، كيبقاو غير يشوفوا فيا ولا كيدوزوا من حدايا. واللي اكد ليا ان دوك الناس ماشي بشر كنت كنشوفهم بوحدي. مثلا كنت كنسول الام ديالي ولا خواتاتي شكون هي ديك المراه ولا شكون هو داك الولد، كيقولوا ليا بلي ما معنا حتى شي واحد. كانوا كيتخلعوا مني، الوالده كتجيب الحرمل وكتبقى تبخر ليا به وهما كيتخلعوا. وانا مع كنت صغير ما كنتش كنخاف، سبحان الله كانوا كيجيوني بحالنا. كبرت على داك الحال، كنت كنشوف الجن شي مرات على شكل خيال، يقدر يبان ليا وجه ما كاملش اولا كيبانوا ليا كاملين وكيدوزوا ويغبروا. كنت دري اللي كالم بزاف، والديا ما لقاوش معايا مشكل في التربيه ديالي، داكشي البساله ما كانش عندي معاه، وحتى الصحاب ما كانوش عندي بحكم ان الحومه ديك الساعه كانت خاويه، والاب ديالي ما كانش كيخلينا كاع نخرجوا. واحد المرة مشيت معاه باش نصليو، وبانوا لي الدراري كيحفظوا القرآن، وأنا نقول ليه دخلني هكاك وبدون سبب. الفقيه قال لبا الولد عندك إن شاء الله غيخرج مرضي وصالح. صافي وليت كنقرا في المسجد،
كنمشي نحفظ مع الدراري، وسبحان الله منين وليت كنقرا قران وليت كنشوف شي حوايج بشكل كنعس في البيت كله كيتبدل، كيبان ليا بحال شي عالم اخر وشي وحدين ضايرين بيا، وكنكون عارفهم بلي ماشي بنادم لدرجه بعض المرات كدين عيني وكنسمعهم كيعيطوا بسميتي، يعني من صغري وهما كيحاولوا يتواصلوا معايا ويبينوا لي بلي راهم كاينين وحاضرين. خوتي كانوا ديما كيخافوا من شي حاجه سميتها الجن، حتى الا بغاتهم الوالده يخافوا وينعسوا كتذكرهم ليهم، وكانوا كاملين كيمشيو لبلايصهم ويتغطاو، وخواتاتي البنات كاع كيبقاو يبكيو، ولكن انا بالعكس كنت كنحس بهم بحال الا مونسيني. واحد المره كنعقل في داك السن ديال 9 سنين هكاك كنصاد بزاف، وبقينا كنرغبوا الوالده باش تدينا للبحر، وافقات وانا كنت كنزعم في البحر واخا ما كنعرفش نعوم. خوتي كبر مني وكيرجعوا للور وكيبقاو يعيطوا ليا. المهم انا في داك النهار غتوقع ليا واحد الحادثه اللي يكون ما لطف الله يمكن ما غنكونش دابا بقيت باش نعاود قصتي. دخلت بزاف في الماء حتى غطاني، والبحر بدا كيجرني للداخل، ولاو كيبانوا ليا خوتي بعاد بزاف، وانا كنغوت وما كيسمعونيش. صافي غرقت وتخشيت تحت الماء، كنسمع اخويا صوت في ودني كيقول لي انت ما غتموتش دابا، باقا نوبتك ما وصلات، حتى كنحس بشي يد جراتني للفوق، ولقيت راسي خارج وقريب من خوتي اللي كانوا كيضحكوا بيناتهم وما ردينش ليا البال، وانا كنقول لهم راه كنت غنموت، عينيا ولاو حمرين، وتخنقت بقوة الماء اللي شربت، ما عرفتش شكون اللي جرني، حيت ما كان حتى شي واحد حدايا. الوالدة تعصبات بزاف باش ساقت الخبار، وحلفات ما تبقاش تشدينا للبحر. داز داك النهار وبقيت على داك الحال، كل مرة كتوقع معايا حاجة غريبة. واحد النهار كنت بديت كنصلي، ولكن الصلاة ديال الفجر كنعجز عليها، حيت كنكون قاري في الصباح، وما كنقدرش نوض. واحد الليلة بالضبط غتوقع واحد الحاجة في شكال، ناعس أخويا، تحطات عليا يد قاصتني، ملي حليت عيني كنلقاها الوالدة، ولكن كانت في شي شكل، عندها وشمة في جبهتها، بالرغم من أن الوالدة عندي ما واشماش، وهي تقول لي نوض تصلي الفجر، قالتها بلا ما تحرك فمها. انا داتني عيني وعاودات قاصتني وقالت لي نوض صلي الفجر. نط اخويا كنلقى الوالده اصلا ناعسه، مشيت توضيت وصليت ورجعت تكيت، والغد ليه في الصباح كنقول ليها انت مفيقاني البارح باش نصلي ورجعتي تنعسي، هي ما فهمات والو وقالت لي راك غير حلمتي يا ولدي، انا اصلا كنت عيانه البارح وما فقتش كاع الله يسمح لي، وانا كنحلف ليها بلي هي اللي فيقاتني. ديك الساعه اخويا انا مازال ما دخلتش ليا القضيه ديال الجن لراسي، بالنسبه ليا هادشي كان حاجه عاديه، وما كنتش عارف بلي انا بوحدي اللي كنحس وكنشوف داكشي. وخصوص القران فكنت اخويا كنحفظو داغي وكنعقل مزيان، وكنقسم ليك بلي بعض المرات كنوصلو لشي صور جداد وكنلقى راسي حافظ منهم كثر من النص، واخا عمرني ما قريتو. الفقيه كيبقى يتساءل على هاد القضيه وكيقول لي واش كيحفظك شي واحد في الدار، وانا كنقول ليه لا حيت الوالد عندي اصلا ما قاريش. مشى قالها ليه وقال لي راه يمكن يكون كيسمع دوك الصور في الراديو، وبقى عاقل عليهم، وداكشي كامل هيبة من عند الله ورزق يؤتيه لمن يشاء من عباده. حاجة أخرى وهي الحيوانات، سمعت بزاف القصص ديال الناس الزهريين في هاد القنوات اللي كيقولوا بلي الحيوانات كينجذبوا ليهم. بغيت غير نأكد لك هاد القضية ونقول لك بلي صحيحة. شحال من مرة كنكونوا جالسين في الدار حتى كتبان لينا شي قطة داخلة وما كنعرفوهاش كيفاش دخلات، كتجي حدايا أنا بالضبط وكتجلس بلا ما تخاف مني. واحد المرة كنعقل كنا مسافرين، وقفنا في الطريق باش نرتاحو، نزلنا وريحنا في واحد الوسعة كنرتاحو، حتى كنلقى واحد القطة حاملة جاية وكتقرب مني، بقيت كنقيس فيها حتى ولدات حدايا. خوتي والوالدة بقاو كيقولوا لي ما تقربش من داكشي، وانا ما كنتش كنعيف، هذاك الخير وداك الرفق اللي كنت كندير بالحيوان كيرجع ليا سبحان الله. بحال مثلا ديك الايام نيت اللي كنا سافرنا، كانت تلوات ليا رجلي وتقصحت منها وتنفخات بزاف، شي 3 ايام وانا ما كنوضش بها. واحد الليله ناعس حتى كنحس بشي حاجه محطوطه على رجلي، كنفيق كنلقى بنت صغيره تكون قدي ولا كبر مني في العمر ولابسه كلشي ابيض، ولكن مع شفتها وانا نعس ما قدرتش نبقى نشوف فيها، والغد ليه صبحت رجلي عاديه بحال كنت كنكذب. ومالين الدار كيسولوني واش متاكد كتقدر تحفظ عليها، حيت الليله اللي قبل ما كنتش كنقدر نتمشى، كنقول لهم اه راه عادي، وبديت كنجري قدامه لدرجه كاملين تصدموا. ملي بديت كنكبر وانا كنحس براسي كبر من السن ديالي، وخا انا الصغير في خوتي كان ديما الوالده والناس كيقولوا بلي انا في شخصيتي كنبان كبر منهم. واحد الحادثه باقي عاقل عليها، واحد النهار راجع من المدرسه كنلقى جنازه في واحد الدار وانا ما عارفش شكون اللي مات، ولكن شي حاجه خلاتني ندخل لتماك وبقيت واقف بين الناس. واحد شويه كيبانوا ليا جوج عيالات خارجين من داك البيت
اللي كانت فيه المرأة ميتة، وهما دخلوا لتماك على أساس كيغسلوها. وحدة منهم بالضبط بقات كتشوف فيا وتعاود وكتشد في عنقها بحال إلا تخنقات. شوية بدات كتخنزر فيا وهي طاح لهم تماك. ملي جاو شي عيالات هزوها كيلقاو أخويا عندها بحال واحد الدرة ملوية فيها الصابونة اللي تغسلات بها ديك الميتة وطرف من التوب ديال الكفن، بالإضافة لخصلة ديال الشعر اللي تبين من بعد أنها ديال ديك الميتة. المهم المرأة طلعت مساعدة ديال واحد الشوافة وكانت في نفس الوقت كتساعد في تغسيل الأموات، وديك الشوافة كتطلب منها تجيب لها شي حوايج أو لا تحط شي حوايج مع الميت. داك النهار تحطيت أنا في طريقة باش نفضحها قدام كل شي، والله أعلم شكون كان غيتأدى بسببها. دوك الناس صحاب الجنازة بقاو كيسولوني شكون نتا مع من جيتي وحلفوا عليا حتى نبقى معاهم نتغدى. بالإضافة أخويا لهاد الشي الأحلام، كنت كنحلم بزاف وغالبا كنشوف شي وحدين ما كنعرفهمش، ولكن النهار اللي كنحلم بشي واحد كنعرفو كتوقع لي شي حاجة. بحال واحد عمي كان عزيز عليا بزاف، كان دار عملية على القلب ونجحات ليه وبعد الدار باش قدر يخلص دوك المصاريف. من بعد شهر تقريبا حلمت به مكفن ورجلي أخويا كحلين من التحت. فقت في الصباح مزير وفيا البكية وقلت للوالد راني حلمت بعمي ميت. قال لي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عمك راه بخير ودار العملية ونجحات ليه. داك النهار نيت مشيت للمدرسة ورجعت لقيت الدار مقلوبة، خوتي كيلبسو حوايجهم والواليد جالس في واحد القنت وكيبكي. اش واقع؟ عمك مات الله يرحمه. قالت الوالدة كتقول لي كيفاش عرفتي يا ولدي؟ كنقول لها انا غير حلمت به وصافي. مشينا اخويا للجنازة ديالو ولقينا مراتو اللي كانت حتى هي مريضة بزاف، وغادي نعرفو من بعد ما مشات عند واحد الراقي باللي مديور ليها سحر هي وعمي وهو سخطاه. داكشي علاش شفتو في الحلم رجليه كحلين. اما هي تعالجات منه والحمد لله، ولكن ما عرفوش نهائيا شكون اللي داروا ليهم. من تماك وليتي الا حلمت بشي واحد ما كنقول والو غير كنحضرهم الا قدرت. وبعض المرات كنت كنتمنى الله يحجب عليا هاد الاحلام حيت كنبقى داير بالي معاهم، خصوصا الا كان شي واحد مقرب مني وعزيز عليا. كملت 17 عام وحفظت القران كامل والحمد لله. داك الفقيه اللي حفظني ولا ديما كيعيط ليا في رمضان باش نصلي بالناس، حتى الوالده وخوتي كانوا كيجيو لداك الجامع باش يصليو، وانا كنت فرحان بهاد القضيه. بالإضافة لأن ذاك الفقيه ولا كيديني معاه ملي كتكون شي صدقة ولا وليمة اللي كنتجمعو فيها وكنقراو القرآن. مثلا إلا كان شي واحد جا من الحاج أولا كان شي جنازة ولا حتى الأعراس اللي كيديرو فيهم الأمداح كيعيطو لينا باش نقراو ليهم، وكيديني هو معاه وكيعطيوني حتى أنا شي بركة ديال الفلوس. وكنت فرحان حيت كندير داكشي اللي كنبغي وفي نفس الوقت كنربح شوية الفلوس. واحد المرة كنعقل له واحد الراجل لاباس عليه، كرجع من العمرة هو والزوجة ديالو ودار صداقة، وكيف العادة مشينا حتى حنايا. تصور موالف غير كنبداو القرآن والذكر كنكون مرتاح وفرحان، ولكن داك النهار بالضبط حسيت بقلبي مشدود عليا وبحال إلا باغي الرد. حاشاك العافية شاعلة فيا من رجليا حتى راسي، حتى كيقاسني السي محمد مرة مرة باش نتابه حيت وليت غير سارح وما عارفش راسي شنو كنقول. حتى من القرآن بديت كنسمعو بعيد عليا بحال إلا كيتقرا في شي دار آخرى، كنسمع ودنيا كيصفرو وصوت كيقول لي نوض شوف شنو تحت منك. بالمناسبة احنا كنا جالسين على واحد الكراسة مغلفين بالجلد ووسط منا كاينة طبلة. نوض توقفت حتى كلهم بقاو كيشوفوا فيا، وبقيت كنشوف تحت داك الكرسي ولكن ما كاين والو. عاودت رجعت جلست ويلاه بديت كنقرا كنعاود نسمع نفس الصوت وقال لي نفس الحاجة. وملي بدل داك الكرسي عاد ارتاحيت. ملي سالينا قصدت مول الدار وبقيت كنسولو واش ما كتحسوش بشي حاجة غريبة كتوقع عندكم. مراتو هي اللي جاوباتني وقالت لي بلي البنت ديالها ولات غير سادة عليها وكتهضر بوحدها وكتشوف شي حوايج ماشي طبيعيين. وملي جاو من العمره لقاوها هكاك، وداكشي علاش اصلا داروا صداقه على اساس الا كانت عندهم شي حاجه في الدار تحيد، ولكن ما قالوا لنا والو. والله منين دخلونا عندها البيت ديك البنت تبقى فيك، اللي شاف تصويرتها قبل وبعد ما يقولش هي نفس البنت. بقات كتشوف فيا انا بالضبط وكتقول لباها خرجهم عليا. مشى داك الفقيه السي محمد كيقرا عليها وهي طايح. والله الا هو كان كيقرا واللون ديال عينيها كيتبدل وهو يقول لهم بنتكم عندها سحر. عيا ما يحاول باش يطلع داكشي اللي ساكن فيها ولكن ما قدرش يطلع ولا يتحاور معاه، وقال الوالدين ديالها انا خصني ضروري نعرف بلاصه السحر باش نعالجها. في ديك اللحظه جا في بالي داك الكرسي اللي كنت جالس عليه ومشيت كنقلب فيه، كنلقى واحد التقطيعه في الجنب حليته كامل وانا نلقى داك السحر. التصويره ديال ديك البنت ومعاه حنش صغير ميت وملوي عليه الزغب ديالها، وعاد واحد الورقه فيها كتابات اللي قال لي السي محمد بلي هادو كتابات ديال الفقهاء
وداك الفقير اللي دار هادشي باين متمكن، ولكن انت كيفاش عرفتي بلاصة السحر؟ عاودت لي بلي كنت جالس بالضبط فوق داك الكرسي وبلي حسيت بالعافية شاعلة فيا وراسي كيضرني. المهم قال لهم كونوا هانيين، البنت غادية تولي بخير. وعرفنا بلي اللي دارت ليها هكاك هي واحد صاحبتها جات بقات معاها ملي كان والديها مشاو للعمرة، والله يهدي ما خلق. سي محمد قال لي هذه هبة عندك من الله، حيت كتعرف الأماكن ديال السحر، ولينا خويا أصدقاء ديال ديك العائلة، حتى كتب لي الزواج من بنته، ومن تماك ولا كيديني معاه الحصص الرقية والعلاج اللي كان كيدير، وأنا وافقت بلا ما نفكر. في ديك الأيام كان واحد خويا الكبير، لقى أختي اللي فايتاني بعام مع شي بنات، وملي رجعت للدار ضربها وبقى كيغوت عليها، وهي أصلا دوك البنات كانوا كيقراو معاها وصافي. داك خويا كان متزمت بزاف وما واخدش الدين بوسطية واعتدال، وحتى الوالد كان كيحترمو ويحترم القرارات ديالو، يعني ملي ضربها ما هضر معها حتى شي واحد. انا حاولت ندخل وغوت عليا، قال لي انت زعما راك قاري القران، واش حنا نوليو نشوفو المنكر ونسكتو عليه؟ المهم منع عليها الخروج ووصى خوتي الاخرين عليها، حيت هو ما كانش ساكن معانا، كان مزوج وساكن بوحده. هي ولات غير ساده عليها وكتبكي، واحد المرات كتطلع لجهه الدروج لواحد البيت كنحطو فيه داكشي اللي ما بقيناش محتاجينه، كتدخل تماك تسد عليها حتى تسكنات. واحد المرة هو معاه غير الواليد وتناقشات معاه، طلعت كتجري للسطح وبغات تلح لينا من تماك. عمر شي واحد ما سمع صوتنا بديك الحومة حتى لداك النهار، دلات كاملة وعلى شوية ما طاحت حتى جريناها، ولات مبلية بالماكياج والأغاني خصوصا في الليل، والوالدة كتبقى تبكي وكتقول لينا ما تهضروش معاها وخليوها فرحتها على الله غير ترجع كيف كانت، ولكن حالتها عاد ما كانت غدا للأسوأ. مبقاتش كتجلس معانا، غير كتوصل وقت المغرب كتدخل وتسد عليها وتطلق الأغاني. واحد نهار نيت داك خويا غيجيب ليها واحد صاحبه على أساس يتزوج بها، والوالدين وافقوا وحاولوا يقنعوها، قالوا لها انتي دابا مبقيتيش كتقراي اللهم تزوجي باش تفهمني أكثر. أختي كان عندها الجن العاشق واللي سكنها في داك البيت، وداك صاحب خويا ولا كيوقف عليه في الليل وكيعذبه وكيقول ليه بعد من فلانة، ولكن هو كان باغي أختي وقال بلي غير كيتخايل ولا كيحلم، وحتى خويا كان كيشجعو. تصور نهار اللي كانت عندهم الخطوبة الرسمية بيناتهم، جايين هما في الطريق وغيديروا كسيدة هو وباه أمه، تقلبات بهم الطوموبيل ودخلوهم كاملين للإنعاش. الأم ديالو تهرسات، وباه دخلوه كوما ما كيتحركش، وهو ما تقاش بزاف، صدقات ما بقات لا خطوبة لا والو. والطبيب قال ليهم بلي الأب ديالو محال واش يعاود يتمشى مرة أخرى. داك الجن وقف عليه وقال ليه بلي هو اللي دار ليه هكاك، والمرة الجاية النوبة عليه. صافي ما تلاش باغي يتزوج اختي وبعد منها نهائيا. واحد خالته هي اللي فهمت البلان كامل وقالت ليه يعطيها اتساع، اما خويا جا كيبرد الاعصاب ديالو فيها وكيقول لها شنو درتي له حتى جريتي عليه من غير داك الراجل؟ تقدموا ليها وحدين اخرين، ولكن غير كيقربوا يديروا العقد وكتكون شي حاجه رسميه كتوقع شي كارثه، يا اما كيموت ليهم شي واحد في العائله ولا هما كطرى ليهم شي حاجه خايبه. اما هي ولات كتشكي ليا بزاف باللي كتشوف شي احلام خايبين، مثلا كتشوف خويا ولا الاب ديالي كيمارس عليها بزز، وملي كتفيق كتكون حاسه بحال الا داكشي بصح. وباش عرفت راسي كنقدر رقي، كنت فيما كنقرا عليها شويه القران كتقول ليا بلي حساس بالراحه. واحد النهار داك خويا الكبير جا كان حالف عليها باغي غير السبه، حتى شي واحد فينا ما كان فاهم علاش كيكرهها لديك الطراشة، غير داس من حدا بدا كيعايره ويتجاوبو وناض ليها وسد الباب ديال البيت باش ما نفكوهاش منه. تصور واحد شويه بدينا كنسمعوا صوت راجل كيدوي مع خويا، لدرجه تشكينا، والوالده كدور لعندي كتقول لي راه واقيلا مدخله شي واحد. فرحنا عليهم الباب كنلقاو شنقه عليه ومطيحها في الارض، هو عينيه تقلبوا صافي غادي يموت، كيقول لنا عتقوني، وهي كدوي وكتغوت بصوت راجل. مشينا كاملين كنجرو فيها والو ما قدرناش عليها، انا وخوتي بجوج. الوالده كتبكي وكتقول لنا شنو طاري لبنتي بزز حتى حيدناها عليها وخرجناها على برا. انا قلت لهم غير خليوني معاها، تماك فهمت بلي القضيه عندها علاقه بالجن وداكشي اللي ساكن اختي. قلت لواحد فخوتي يمشي عيط على داك الفقيه اللي كان كيقريني القران باش يجي يعاونني، وقبل ما يجي بدا داك اللي فيها كينطق وكيهضر معايا وكيقول لي راه ما تقدروش تبعدوني عليها، اللي قرب مني نحيه. بديت انا في القرايه رايت ما يلتحق بيا الفقيه، هي شدات واحد القنت وجلسات فيه وكتخنزر فيا، جا حتى هو اللي بدا كيرش عليها داك الماء ديال الرقيه اللي كيكون عند كاع الفقهاء، كيقول لي انت غير كمل القرايه وما تحبش. داكشي اللي فيها كيقول لنا انتوما تعديتوا عليها، وانا داكشي علاش بغيتها، انا كندافع عليها، وداك خوها الكبير غادي نقتلو ولا غنقرط ليه يديه.
خويا الكبير ديك الساعه هزوه للسبيطار حيت كان تخنق وما بقاش كيتنفس. طرات كارثه في ديك الليله، كلشي كيغوت. الوالده ما عرفت واش تمشي للسبيطار تبع خويا ولا تبقى معانا. بقينا كنقراو عليها حتى تهدنات ونعسات في مره، ولكن داكشي اللي فيها كاع ما خرج. كان منين كيخاف كينعس في مره، بعض المرات تقدر تنعس حتى يومين وما تفيقش. في ديك الايام انا كنت على استعداد للزواج من ديك السيده، البنت اللي عاودت لك عليها باللي مشينا عندهم الفيلا. صدقت انا تزوجت قبل من دوك جوج دراري خوتي اللي كانوا كبار مني، والوالدين اللي شافوني قاد براسي والحمد لله غادي في ديك الطريق مزيان، قالوا لي توكل على الله وتزوج مع حدك باقي صغير ويكبروا ولادك معاك. الاب ديالها هو اللي اقترح عليا الزواج منا. كنا مغدين عندهم واحد المره وقالها ليا، قال لي ما نلقاش حسن منك لبنتي. تزوجت بها وانتقلنا لواحد الدار عطاها لنا الاب ديالها، قال لي اسكن فيها بيد ما توقف على رجليك، وديك الساعه كري ولا شري، شوف انت شنو دير. اول ايام زواجنا عشت احسن الايام في حياتي، كنا فرحانين بزاف ومفاهمين مع بعضياتنا، حتى من ديك المشاكل الصغار اللي كيكونوا عند الازواج ما كانوش عندنا حنايا. حتى غدوز ديك 5 شهور الاولى وغيتقلب حاله 180 درجه. واحد المره كنت انا دست عند دارنا باش نشوف ديك اختي اللي مريضه ونسلم عليهم حيت شحال ما شفتهم. ملي رجعت للدار رجعت في الليل، شعلت الضو كنلقاها كانت واقفه في الظلام. انا في الاول كيحسب لي كانت كتصلي، ما لقيت لا زربيه لا والو قدامها. كنعيط ليها فلانه فلانه ما كتجاوبنيش، حتى قربت منها دورت وجهها حتى تخلعت. كيبان لي وجهها مسيف ماشي ديالها، كتبان لي بحال شي مراه شارفه، ومع كانت جالسه في الظلام خلعتني بزاف. اول مره تخلعني شي حاجه، في ديك الوقيته كانت حامله وانا ما في خباريش، وحتى هي ما كانتش عارفه. داك الحمل الاول ما تصورش شحال عانينا معاه، ولدنا الكبير بزز حتى تزاد، ديما كنا كنقولوا غادي يطيح ولا غادي يموت. نكمل لك على ديك الليله، واقفه قدامي وكتهضر بواحد الصوت وواحد اللغه اللي ما فهمتهاش. انا كنحاول نقرا القران وتنسى ليا، ما عرفتش علاش تخلعت والحمي كامل تبورش عليا، واخا موالف كنمشي مع داك الراقي. بديت كنقرا عليها وانا بعيد منها شويه، وهي تقول لي مالك، رجعت لطبيعتها. قالت لي فوقاش جيتي؟ راه ما حسيتش بيك، انا كنت نايضه غير نصلي العشاء. كتهضر بحال ما طاريه حتى شي حاجه، وانا بقيت غير مصطوم. عاودت لداك السي محمد يعني الفقيه ديالي، قال لي ما ديرش بالك، غيكون غير داك السحر القديم باقي مأثر عليها، ولكن انا متاكد باللي حيدته. قلنا ما كاين باس. دازت واحد السيمانه تقريبا، وبالضبط النهار اللي غادي نعرفها فيه حامله، كنا تعشينا مع دارهم ورجعنا للدار ونعسنا نيشان حيت كنا عيانين. انا داتني عيني حتى لديك الجوج ديال الليل كنسمع شي حاجه كتقرقب في البيت. درت يدي في الفراش ما كنلقاهاش حدايا، مع شعلت الضو كنلقاها مقابله مع المرايا هزه موس وجالسه تقرض في شعرها بحال ملي كنبغيو نقرضوا البصله، ومع شعرها كان طويل تبارك الله كنلقاه كامل مشتت وطايح في الارض. ما قدرتش نقرب ليها، بقيت كنقرا القران من البعيد، والملامح ديالها كيبانوا ليا في المرايا كيتبدلوا، وجهها كيتكمش منين كيطلع فيها داكشي. وكانت هذيك اصعب تجربه غادي نعيشها. منين بانت ليا حطات داك الموس نط حداها حيدته بشويه وقلت ليها نوضي تنعسي، وهي ناضت بلا ما تهضر معايا ورجعت لبلاصتها تكات. بدت جالس حداها هذيك الليله كل ساعه كنطلع عليها، والخدلي منين فاقت قالت ليا مال شعري هكا، وبدات كتبكي وكتغوت وكتقول لي شكون اللي دار لي هاد الحاله في شعري. منين كيجي هذاك الشيء ما كتبقاش عارفه راسها شنو كدير، حتى كتوعى من بعد عاد كتبدا تسول. ديتها للطبيبه وقالت لي بلي الحمل ديالها طبيعي، ولكن ولات كتوحم على شي حوايج غراب. مثلا كتقول لي اللحم ديال الغزال، كتقول لي مثلا جيب لي دجاجه حمراء ولا دجاجه كحله وتذبحها بيديها عاد تاكلها، ما كطيبهاش طياب كامل وما كديرش فيها الملحه. الا جيت غير ندوق معاها كنقول لها شنو هالطياب، راه غيضرك هاد الشيء. تصور بعض المرات كنلقى الريش باقي لاصق في الدجاج. واللي كان كيخلعني اكثر، مثلا الا توحمت على شي حاجه ومشيت باش نجيبها لها، ملي كنرجع وانا هزه في يدي كتقول لي راني كليتها. كنقول لها انا عاد جبتها لك، كتقول لي والله حتى كليتها. كنقول لها شكون اللي جابها لك، واش باك داز لعندك؟ كتقول لي لا لا راني كليتها. قربت نحماق مع هذيك الايام، وليت كنطلب الله باش يرصدني ويوريني شنو عندها. واحد المره شديت ليها في يديها وهي تدور فيا، قالت لي انا كبر من امك حيد عليا يديك، واش ما كتحشمش؟ قالتها بواحد الصوت اللي رعدني. جبت داك السي محمد وبدينا كنرقيوها انا وياه، وهي تطلع في هذيك اللي ساكناها. قالت لينا انا سميتي فلانه وكان عندها تقريبا شي 250 عام. قالت لينا الا عاودتو قريتو عليا غادا نخرج وغنطيح معايا داك الولد اللي حاملها بيه. ملي بدات كتهددنا هكاك وانا نقول السي محمد يحبس القرايه، كنسولها شنو بغات عندها، كتقول لي انا دخلت عن طريق السحر وانا موكلها به وما غاداش نبعد حتى يتحيد.
اللي سولتها شكون اللي دار لها السحر ولا فينا هو ما بغاتش تجاوب، وانا ما قدرتش نعرفو حيت ما كانش حدايا. تماك بدات المعاناه ديالنا. تخيل كل ليله كنفيق كنلقى مراتي كتنزف وكنديها كنجري بها للسبيطار. واحد النزيف اللي ماشي طبيعي، كنقول غدا تموت هي وداكشي اللي في كرشها، ولكن الله كتب ان داك الولد يتزاد لدرجه ملي كنمشيو عند الطبيبه كتقول لي هاد النزيف هذا راه ماشي طبيعي، هادشي راه خصو يقتلها ولا على الاقل يقتل داكشي اللي في كرشها، ولكن اللطف ديال الله وصافي. ملي عرفوها مرضات ولاو كيجيو عندنا بزاف ديال الناس، الوالده ديالها باها وحتى من عائلتي انا، وحتى ديك صاحبتها اللي كانت سحرت ليها كانت كتجي. حيت ديك الساعه ما كناش عارفين بلي هي اللي دارت لها هادشي كامل. كثروا عندنا الضياف بزاف ديك الايام والدار ديما عامره، وانا مابقيتش واخد راحتي وانا ما عنديش مع دوك التجمعات. حتى هي كنت كنحس بها ما مرتاحاش وكتزيد غير تمرض. تخيل انني وليت تقريبا كل ليله اولا كل ليلتين كنحلم بوجه ديال صاحبتها كيقرب مني، بحال الا كتحاول انها تمارس معايا، وكنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنفيق وكنبقى نسول راسي علاش كنحلم بها هي بالضبط. تاورت مع السي محمد وقال لي واش كتعجبك واش كتشوف فيها شي شوفه ناقصه. كنقول ليه لا انا هادشي راه ما كاينش، انت عارفني ماشي من داك النوع وكنبغي مراتي. قال لي اذا خصك ترد منها البال حيت غتكون دايره لك شي حاجه. وتماك بدا كيدخلنا الشك. بديت كنسول راسي وكنسول حتى هي، كنقول لها من فوقاش وانت كتعرفي ديك صاحبتك؟ قالت لي كنعرفها من الصغر، كانوا جيران ديالنا، ولكن من بوها دار فايت تحولوا من حومتنا. كنقول لها واش كتثقي فيها؟ كتقول لي هذيك راه اختي اللي ما ولداتهاش امي من صغري، وهي منساني حوايجها وما حوايجي وحوايجي وما حوايجها. قلت لها شوفي ديك الانسان انا ما كنرتاحش ليها، لدرجه انها دابزت معايا على قبلها. عاودت لها داكشي اللي كنحلم به. بقات كتقول لي نشك في كل شيء الا هذيك ما نشكش فيها. ملي شفتها تعصبات صافي ما بقيتش كنسولها. عاودتها لاختي، وحتى هي كانت شافتها معنا في الدار ايامات اللي كانوا كيجيو يشوفوا مراتي، وقالت لي بلي ما ارتاحتش ليها وتقدر تكون هي اللي دايره فعلا شي حاجه. قالت لي راه كنشوفها ديما في الحومه اللي انا كنخدم فيها، حيت هي كانت كتخدم في واحد الكراج مع واحد الخياطه. حتى ربي غيبغي يفضحها عن طريق الاخت ديالي اللي غتحصلها كتعاطى وكتعامل مع الشوافات. غير بالصدفه كانت خارجه ديك العشيه من الخدمه، حتى تلاقات بها خارجه من واحد الدار. اختي كتشوف فيها وديك اختنا حتى هي كتشوف فيها، ولكن ما عقلاتش عليها. ومني سولات اختي ديك السيده اللي خدامه معاها على ديك الدار، قالت لها هذيك راه مولاتها شوافه ومن الاحسن لك تبعدي عليها، اش بغيتي انتيا تسولي عليها تماك؟ قالت لها لا راه غير لقيت شي وحده من العائله ديال مرت خويا خارجه من عندها. اختي ما قدرتش تصبر وجات ديك الليله نيت قالتها ليا، وانا ما عرفتش كيفاش غادي نوصلها لمراتي، وبغيتها هي تشوفها بعينيها. ما لقيت كيفاش نقولها لها وسكت في حالي. واحد المره الوالده كانت دايره واحد الوليمه وعرضه علينا كاملين حنا الخوت، وحتى انا ديت معايا مراتي. تعشينا وحتى لديك جوج الليل عاد رشقات لينا نرجعوا للدار. خويا الكبير كان ديك الساعه عنده الطوموبيل وقال لي انا نوصلكم. حطنا غير في الراس ديال الزنقه وقلت لي غير سير فحالك حنا غنكملوا على رجلينا. تصور حنا كنقربوا للدار وكنشوفوا شي وحده واقفه قدام الباب. ملي كيبغي الله يفتح شي واحد راه كيفتحوا. كنلقاوها هي شاده واحد القرعه فيها واحد المكحل وكترشت لينا قدام العتبه. شافتها بعينيها وبدات كتبكي، وانا شديتها وجمعت عليها الشهود. الجيران كاملين خرجوا في ديك الليله. تفضحات عيطنا للبوليس وتشدات متلبسه. من بعد مراتي بقات كترغبني عليها وكتقول لي غير نسمحوا ليها لا تمشي دير لنا شي حاجه اخرى. مشينا لعندها وقلنا لها غنسمحوا لك ونتنازلوا لك بشرط انك دير لينا على مكان السحر. وقالت لنا ماشي انا اللي دفنتو، راه ديك الشوافه اللي كنمشي لعندها عندها واحد المساعده وهي اللي دفناتو. مشينا دخلنا عند ديك الشوافه بقينا كنهدوها بالبوليس وكذا حتى قرات لنا بالبلاصه. كانت دافنه في الرماد ديال واحد الفران ديال العواد، وكل ما كان كيتحرك داك السحر كانت كتحرك حتى مراتي مسكينه. المهم حيدناه ليها، وخا ديك الفتره ديال الحماله ديالها كامله وهي كتعاني، وفي الاخر تعالجات الحمد لله. وكنحمد الله ونشكرو ان ولادي كاملين تزادوا طبيعيين، وحتى لدابا انا باقي كنكبر فيهم ونعلمهم كيفاش يحصنوا راسهم. الحمد لله كلهم مهديين ومرضيين. حاليا عندي 58 عام، والولد ديالي هو اللي كيعاود لك القصه، واللي هو متابع ديالك وتشاور معايا قبل ما يعاودها. والله يرضي عليك ولدي حيت كتشارك هاد القصص مع الناس وكتخليهم يفتحوا قلوبهم ويشاركوا المعاناه ديالهم مع ناس اخرين. هاد القضيه هادي ماشي سهله، وعارف بلي حتى انت كتاثر وانت كتعاود هاد القصص، وكنتمنى ولدي حتى انت تحسن راسك. كنشكر هاد الاخ هذا اللي بارطاجا معايا القصه ديال الاب ديالو، وكنشكر الاب ديالو على النصائح اللي عطاني. داكشي علاش كتشوفوني انني وليت كنصلي على النبي وكنذكر الله قبل ما نبدا اي قصه.
وياريت حتى نتوما فيما تكملوا شي قصة قولوا الأذكار ديالكم، خصوصا إلا كنتو كتسمعوها في الليل. وكيف العادة قبل ما نخليكم كنقول لكم اللي عنده شي قصة بحال هادي طرات لي ولا شي واحد في عائلته يخليها لي في انستغرام. كنشكركم بزاف على حسن الاستماع، نتلاقاو في القصة الجاية، ومن هنا لتما كنقول لكم تهلاو في راسكم والسلام عليكم.